يا فتوطة، ولد يا فتوطة. يا حبيبي يا فتوتة، يالا ابو حيدر، يالا يا فتوتة. فتوتة يا حبيبي، فتوتة يا فتوتة حبيبي، فتوتة يا عليا، يالا يا فتفيتو، يا زحلب يا حبيبي. فتوتة دلوقتي في كافيه بافيلو، انت دلوقتي اهم واحد. اكيد لما قلت لك اقف عشان تتعلم تركيبة الكرم اللي بيعملها عبقرينو، انت اتعلمتها اكيد. التركيبه لما انا اوقفك جنب التركيب، فطوطه يا فطوطه، التركيبه يا حبيبي، التركيبه اللي احنا بنعملها عشان ناخد تبس من الناس، اللي انا خليتك انت اتعلمتها صح؟ اه، ولا ما اتعلمتهاش؟ ولا لا استنى، ايوه فاهم. التركيبه اللي انا قلت لك اقف جنب عبقرينو وهو بيعمل شويه حاجات، انت اتعلمتها صح؟ اه، ولا ما اتعلمتهاش؟ ولا بقول لك ايه، افهمني كويس، التركيبه انت اتعلمتها صح؟ اه، ولا اسكت اسكت انت اسكت، ما تقولوش حاجه، سيبهولي. حاضر متخلف، ايوه ماشي. مش انت بتقول له ماشي انت حمار، اسكت ماشي يا مستر خلاص. عبقر فطوطه يا فطوطه، عايز يبقى معاك فلوس كتيره قوي وتبقى غني جدا جدا جدا، يبقى انت اكيد اتعلمت التركيبه اللي خليتك تقف جنب عبقرينو عشان تتعلمها وتشوف المقادير صح؟ صح. ولا تسكت خالص، ما تتنايل، اسكت، مش عارف اتكلم معاه فيها. بس ايه يلا يا فطوط، عايز ايه مني؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز الياد يا فطوطه، والله انا فرحان بيك جدا، أكن أنت وقفت جنب عبقرينو وعرفت منه سر الخلطة بتاعت الكرم. ده أنا عرفت التركيبة بتتعمل إزاي وظبطت لكم تركيبة هتاكلوا سوا وبيعكم وراها. يا حبيبي يا فتوتة، أيوه بقول لك إيه، التركيبة دي مهمة جدا عشان الناس تدينا تبسي بزيادة. طبعا دي مش هتبقى تركيبة الكرم بس، ده هتبقى تركيبة كرم جابر، وهنلبس ميدالية ونروح اولمبيات بكين وننزل في البسين ونلعب بالبكيني وننزل في البسيني ونلعب. يا سلام، ايوه يا زماموره يا فتوته، ايوه. بص بقى، انا نفسي اعرف منك التركيبه عشان لو انت غبت او تعبت في يوم كده يعني. سهله وبسيطه، ايوه حاجه بسيطه سهله، تجيب بضايه مسلوقه تقسمها نصين، النص الاولاني فيه البياض تعمل فيه ايه؟ ترميه. تمام. النص الثاني فيه الصفار تعمل ايه؟ احذفه. سلام عليك. كنت على سلام عليكم. ايه انت بتشتغلني؟ دي مش التركيبه، ده سر يا سموره، لو قلت لك عليه يشنقوني. ماشي خلاص، ماشي هسيبك يا عم وهسيب لك السر. يلا اتفقنا، يلا على البركه، يلا يلا شوف لك حته ناشفه اقعد فيها. ماشي. يلا اتكل على الله. ماشي يا حبيبي، باي باي باي. يلا اللي بعده. فطوطه، ايوه فطوطه، جاهز بالتراكيب؟ ده انا عامل لك تركيبه جديده ما حصلتش. تركيبه جديده يا لعيب، عملت ايه؟ تركيبه اللي ياخد منها شفطه يقول الحق على طول. طب كويس. ثواني واحده، ثواني واحده يا فطوطه، هي دي التركيبه؟ لياخد منها شفطه يقول لحق، هنسيبها هنا عشان ما حدش يلعب فيها. ماشي. والتركيبه دي بقى اقول لك عايزين نجربها، نجربها في مين؟ في سموره. سموره بيحبني كده كده هيقول الحق، احنا نجربها في الواد الزبال اللي شغال هنا اللي بيكرهني. نجربها فيه، نجربها. لكن سموره بقى مش هينفع، سموره انه كده كده ايه، بيحبني جدا أصلاً. انت ما تعرفش بيحبني قد ايه، بيحبني زيك بالظبط. سبحان الله، سبحان الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شرب من المسحوق. مش مشكله، ما كده كده بيحبني.
مش انت كده كده بتحبني؟ بحبك ايه يا راجل يهطل؟ انا بيضحك اهو بيهزر اهو. والله ما بهزر، ده بص وشي مكسر، ده انت راجل مقرف وانا ما بطيقكش. يا عارف يا وهم انت، انا مقرف. ايوه يا راجل، ده انت وجلده وبخيل. انا بخيل يا سمير؟ ما انا ده اللي بحبك يالا. ده انت الجنيه يطلع من جيبك ينط في الجيب التاني. انا الجنيه يطلع من جيبي ينط في الجنيه التاني؟ ده انت نتنياهو. انا تكزري كزارة زي قلب الزبالة كده. فطوطة هو كده كده سمورة. خد اشرب وانسى. اشرب وانسى بالي بقى. حلوة قوي. انا بكرهني. انا انسان قذر، انا بخيل، بس اهم حاجة اللي احنا بنحب بعض. طبعا. وطالما بنحب بعض هنفضل على طول مع بعض. صح صح. ولا ايه ده؟ ايه جملة ده؟ ايه ده؟ عايز ايه فطوطة؟ ولا سربته. اتسرب انت بقى. ايوه هروح انا اشوف الزعبولة فين. كل ما الزنق يقول زعبولة. لا حول ولا قوة الا بالله. بتعيط ليه يا حبيب؟ مراتي بتخوني تاني يا الست دي ما بترحمش. رحت الشقة قفشتها مع السباك. هي مش كانت اول امبارح مع النجار وقلنا معلش هتلاقي الراجل بيركب السرير، دلوقتي هنقول ايه على السباك؟ بيشد السيفون. انا مش عارف ايه حبها في المهن الحره. يلا معلش ما تحطش في دماغك يا فطوطه. ايه ده؟ هو ماله الولد ده؟ مراته بتخونه كالعاده. زعلان؟ اه. ده انا معايا تركيبه هتخليك مبسوط تنسى اي حاجه. مراتي بتخوننا يا فطوطه. ايش يا رب؟ مراتي بتخوني. والله رحت قفشتها مع السباك. انت عارف مين السباك؟ مين؟ انا. وعارف مين النجار؟ مين؟ انا. ما كنتش بسرلح السرير على فكره. ده انتوا فاتحين عضويه بقى. يا لهوي، ده انت المدام مهلبيه. بس انت مش فاهم. انا مش متجوز اساسا. ربنا يخليها لنا. ولا ايه يا زعبولة؟ ولا ايه؟ عامل ايه؟ زعبولة. افهم بقى، انت كل ما تزلق تقول زعبولة. ولا هو مين؟ اخوك مسعد ان شاء الله. اهلا وسهلا. وانت في ايه؟ انت مش اسمك سموره؟ اه. خلاص مالكش فيه بالباقي. طالما اسم مش بناديكي صح؟ بتناديني انا صح وناسي باقي الاسامي. المهم احفظ الاسامي مره. كله في البتنجان. يلا نغني يا عم ونفرح ونتبسط، سيبك من الحزن ده. افرح وانبسط. ايوه يلا. يا حبيبي يلا، يا حبيبي يلا، هغني لكم اغنيه بقى راب. يلا ماشي. اسمعني واعرف بتكلم مين. هي انا ملك الارض العظيم والدنيا دي ليا كلها، من شرقها لغربها، لكن عندي المية وعندي الهوى. إيه؟ عندي امتحان بكرة يا لا، عندي منا وعندي حسام، وفي السكة جاي لي هشام. عندي كحة عندي زكام، وهاخد كونجستال وانا انا. طعم البعاد صبار والغربة ليل بهتان، يا هاني يا محمود إياك تكون حندان. لو طالت المسافات أنا عندي عربية بسات، وهروح العين السخنة وأروح عدي بالذات. يا هاني يا محمود إياك تكون. أنتوا مش كنتوا قاعدين جنب بعض من شوية؟ امشي بقى. مقدمين البهايم يا فندم. البهايم دي لايقة عليك أنت أوي. يا ما ده انت هتمشي من هنا. انت بتضربني عشان ربنا مديك حاجات مش عندي؟ طب انا هجيب لك اللي يجيب لي حق يا فطوطه. يا فطوطه ايه يا سموره؟ الواد ده اداني كف والمصحف لوح لي بقي. ده انا عامل تركيبه تاخد منها شفطه يشوفك فندام. بجد اديني. طيب والله اشفط. خش عليه خش. انت متخلف يالا في مخك ولا مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ يا لا اوعى سند.
هيكسر ام المكان علينا. هدوه هدوه. ما بقتش فدان. ضحكت عليك. ايه ده؟ الكافيه فاضي كده ليه؟ ده على اساس ان انا ناموسه واقفه هنا. طب بطل زن واقعد مكانك. حاضر. ايه ده انا خفت منها ليه دي؟ ماشي حاضر حبيبي. ايه ده؟ يا رب استر يا رب واليوم ده يعدي على خير يا رب. يا رب. ها. انت اتفضل اشرب دي. ايوه يا ريت عشان المناديل دي ان شاء خلص. الله دي فيها منوم عشان تنام وما تقرف ناس وخدامين الجزم يا فندم. ربنا يخليك استاذنك بس تشوف الاستاذه اللي هناك دي مخوفاني. طبعا طبعا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. حضرتك تشربي ايه؟ هات لي كيو بس الحليه. ايه؟ العب باليه. تلعبي باليه؟ عموما السلاح ليه مش موجود دلوقتي يا فندم. طب عندك ايه عصاير فريش؟ عندنا بقى حاجات مميزه جدا اندهلك بقى كبير العصاير الفريش. ماشي يا فطوطه تعالى يا حبيبي. احنا خدامين البقر يا فندم. وانا كله هيضيفني في الكافيه ده. اعرفك. لا ما تعرفنيش، وهي دي محتاجه تعريف، دي اشهر من النار على العالم، مش مسرح لبالون. لا انا مش مسرح البالون. امال ايه؟ انا التجمع الخامس. طيب الله يكرمك. حضرتك تشربي ايه بقى يا فندم؟ هات لي عصير قصب. اوبا ده اختبار صعب ليك ده يا فتوته، ده عصير القصب وانا هنجح فيه. طيب. هات لي القصب. ماشي ماشي. ثواني واحده اصبري. القصب اهو. محدش يقدر يعجزني. الست طلعت عصير. الامر لله. والله بجد. جابت عصير بنت اللذينه. الامر لله. بتجيب منين يلا؟ اشرب وهدوء. انا ممكن انزل لك بيبسي لو عايز. بتجيبي بيبس؟ اه. ايه ده نشوف. دي معجزه. سبحان الله. يلا. يا فندم ايوه انا عايز بيبسي لو سمحت. يلا حط الكوين. دايما بمشي بجنيهات فضه، عامل حساب انا للمواقف دي. خد يا فندم اتفضلي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا سبحان الله. طب انا عايز 7 نفسي في 7 احط الكوين تاني. حاضر ماشي معلش. تاني اشرب 7 صاحبي عايز 7 بس. ماشي. حط الكوين. يا رب ما نتكسف. ها؟ خلص والله. لا ما خلص انا عارف سعادتك هلا. سعاد حطيت الكوين؟ حطيته والله. الحمد لله. انا عارف المكان ده ساعات تعلق المكنه، ده لو خبطناها هنا هننزل جنيهاتي بالهبل. عارفها الحاجات دي كويس. بس الست دي كنز بقى. ده كنز. أيوة. مش هنسيبه طبعا. الست دي بقى احنا ندهنها احمر ونكتب عليها لو ده جنان الجنه. ونكتب بقى ونلف بقى كل المحافظات. ايوه ونلف المحافظات ونجيب مايك ونقعد نقول اضحك والضحكة هتبقى ضحكتين، واتنين في اتنين باربعة، واتنين في اربعة بتمانية، وستة في ستة بستة وتلاتين، وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين. ما تعيش بروح العجل اللي جواك، لو مهما قالوا اللحمة مش مفرقك، أكل الناس بيب 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 بيب. طعم البعاد صبار والغربة ليل بهتان، يا هاني يا محمود إياك تكون حمدان، لو طالت المسافات أنا عندي عربية بسات، وأروح العين السخنة وأروح عديم الزاد، يا هاني يا